بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي طلاب الصف الثاني الابتدائي مدارس العبير الأهلية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في درس جديد من دروس مادة التوحيد، والذي هو بعنوان محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولماذا لا نحب الرسول وهو الذي أخرجنا من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان؟ ولماذا لا نحب الرسول صلى الله عليه وسلم وفي اتباعه دخول الجنة؟ ولماذا لا نحب الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الذي لم يجد أي خير إلا ودلنا عليه، ولم يجد شرا إلا وحذرنا منه؟ وقبل أن نبدأ درسنا لهذا اليوم، واجب علينا استرجاع ما سبق، وذلك بعرض عدد من الأسئلة. السؤال الأول: لماذا أرسل الله سبحانه وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم؟ أجب يا بطل. نعم، إجابتك صحيحة، لدعوة الناس لعبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه. أحسنت، بارك الله فيك، اجلس. بماذا بشرنا الرسول صلى الله عليه وسلم من أطاعه؟ بماذا بشر الرسول صلى الله عليه وسلم من أطاعه؟ أجب يا بطل. نعم، إجابتك رائعة، بشر الرسول صلى الله عليه وسلم من أطاعه بدخول الجنة. سؤال آخر: بماذا أنذر الرسول صلى الله عليه وسلم من عصاه؟ بماذا أنذر الرسول صلى الله عليه وسلم من عصاه؟ أجب يا بطل. نعم، إجابتك رائعة، أنذر الرسول صلى الله عليه وسلم من عصاه بدخول النار. بدخول النار. دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم تدعو إلى شيئين اثنين، فما هما؟ من يجيب؟ أجب يا بطل. نعم، نعم، إجابتك رائعة، الأمر بتوحيد الله وطاعته. الأمر بتوحيد الله وطاعته. والأمر الثاني، نعم، كما أجاب زميلكم، النهي عن الشرك بالله ومعصيته. والآن نبدأ درسنا اليوم، والذي هو بعنوان محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. ذكر أنس بن مالك رضي الله عنه أن الصحابة فرحوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. كلمة المرء يا شباب بمعنى الإنسان، والمقصود هنا الرجل أو المرأة. المرء مع من أحب، أي أنك عندما تحب شخصا فإنك تكون معه يوم القيامة. فإن كنت تحب شخصا صالحا فأنت معه، وإن كنت تحب شخصا فاسدا أيضا فأنت معه. قال أنس رضي الله عنه: وأنا أحب الرسول صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه. أنا أحب نبي محمد صلى الله عليه وسلم. محبة الرسول صلى الله عليه وسلم يا شباب من أعظم الواجبات. إن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم من أعظم الواجبات على كل مسلم ومسلمة. محبة الرسول صلى الله عليه وسلم مقدمة على محبة الناس أجمعين. محبة الرسول صلى الله عليه وسلم مقدمة على محبة الناس أجمعين، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ووالده
والناس أجمعين. أقول الدليل مرة ثانية، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. من أحب الرسول صلى الله عليه وسلم كان معه يوم القيامة، من أحب الرسول صلى الله عليه وسلم كان معه يوم القيامة. إذن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم من أعظم الواجبات على كل مسلم ومسلمة، ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم مقدمة على محبة الناس أجمعين. والدليل مرة أخرى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. من أحب الرسول صلى الله عليه وسلم كان معه يوم القيامة. نأتي معا إلى النشاط الأول، يقول: أرتب المحبة للأشخاص المذكورين ترتيبا صحيحا بوضع الرقم المناسب في كل دائرة. الشخص الأول: الوالدان، الصديق، الرسول صلى الله عليه وسلم. أكيد أجد بعضكم يقول كما فهمنا من الدرس أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الشخص الأول، أي نكتب رقم واحد، ثم يلي الرسول صلى الله عليه وسلم الوالدان، ثم الصديق في المرحلة الثالثة. إذن الترتيب: الرسول صلى الله عليه وسلم، الوالدان، ثم في المرتبة الثالثة الصديق، كما نشاهد أمامكم الترتيب. النشاط الثاني هذا متروك لكم أيها الشباب لتبحثوا عنه وتقرأوا هذه الآيات، سورة آل عمران الآيات من 29 إلى 32، وسورة التوبة الآيات من 20 إلى 24. ثم نأتي بعد ذلك إلى الأسئلة. السؤال الأول يقول: ما حكم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ من يجيب يا شباب؟ أجب أنت أيها البطل، أجب. نعم، إجابتك رائعة. محبة النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الواجبات على كل مسلم ومسلمة. يقول الإجابة مرة ثانية كما قال زميلكم: محبة النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الواجبات على كل مسلم ومسلمة. السؤال الثاني يقول فيه: ما جزاء من أحب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما جزاء من أحب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أجب يا بطل. نعم، إجابتك رائعة. من أحب النبي صلى الله عليه وسلم كان معه يوم القيامة. من أحب النبي صلى الله عليه وسلم كان معه يوم القيامة. والآن وبعد الانتهاء من هذه الحصة نود طرح سؤالا لكي نتأكد من مدى فهمنا لما جاء بهذه الحصة. أقول في السؤال الأول: ما حكم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما حكم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ حكم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم أنها من أعظم الواجبات على كل مسلم ومسلمة. من أعظم الواجبات على كل مسلم ومسلمة، أي محبة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة على كل مسلم ومسلمة. ما جزاء، السؤال الثاني، ما جزاء محبة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما جزاء محبة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ من أحب الرسول صلى الله عليه وسلم كان معه يوم القيامة في الجنة. من أحب
الرسول صلى الله عليه وسلم هذا يكون جزاؤه، كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة يوم القيامة. إلى هنا أعزائي وأحبائي طلاب الصف الثاني، قد انتهينا من حصتنا لهذا اليوم، مع تمنياتي لكم بالتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.